بها مهبول بيا مغروم مي يعني نكلم الغير يكتبو يا غدرو بتوال ان شاء الله ديما بخير جمعية بتاريخ كبير مع بعضنا سوليدير لتوالو راك رجيل من ايام زمان مع بعضنا سوليدير لتوالو راك رجيل من ايام سوليدير لتوالو راك رجيل من ايام زمان باسم العائلة موسعة كرة سلة حابين نعديو ميساج هذا باش نشكروا فيه أحباء جمعيتنا العزيزة في كل مكان كسوا لنا في تونس ولا خارج حدود الوطن خاطر ليتوال في الظروف الصعيبة كما هكا عام سنين على سيزون 2019-2020 الناس كل تعرفوا اللي قعدت سيزون صعيبة برشا سيتو سيو لنيفو معناها ماتريي حبيت تقول لكم برافو ناس كل من أقل واحد عاون لأكثر واحد إن شاء الله جمهور الإتوال يعرف اللي السيتواسيون متاع الإتوال صعيبة برشا واللي حملة كما هذه تنجم تكون نقطة انطلاق على خطر الأزمة مازالت متعدتش ولازمنا نقف الناس الكل يد في اليد يد واحدة باش نتجاوزوا الأزمة هذه واني عندي ثقة كبيرة في جمهور الإتوال في البلايس الكل انه كي حط يد في اليد جمعيتنا تقعد واقفة ونتجاوزوا الأزمات هذه إن شاء الله مع بعضنا وكما نقولوها يد في اليد يكونوا أقوى إن شاء الله. والله نحب نشكر العبيد اللي عاونت جمعية كما تعرف الإتوال تعدات بيريود خايبة مي الحمد لله لقات وراها جمهور كبير وقفوا معاها ميساج زين نحب نوصلوا إن شاء الله الجمهور يولي يتبعنا أكثر إحنا بنات الإتوال سينيور إن شاء الله يجي الجمهور يشجعنا أكثر وإن شاء الله نفرحهم آخر سيزون يا رب إن شاء الله. تربينا على كلمة من اللي إحنا صغار ديما نقولوا الإتوال تعيش. والإتوال تعيش في الظروف كما كانت اللي صارت اللي تعدينا بها ناس كل وقفت مع جمعيتها كما تشوف في حملة حشتها بينا ناس كل وقفت مع الإتوال رجال الإتوال الساحل الكل مش هذا اللي باش يوقف نجم رياضي الساحلي على تيترويت ولا على غيره الحمد لله تطيح وتقوم تقعد ديما نجمتنا عالية والحمد لله على كل شيء معناها جيست بالرسمي نستنا برشا وخلتنا نكون معناها أكثر سوليدير مع بعضنا حب أقول رانا معناها مع بعضنا نولي وقوة بيكم وبجوارات وبالستاف كون نولي وقوة احنا وإن شاء الله ديما الإتوال بخير إن شاء الله يا رب حبيت نشكر الكل اللي ساهموا في الحملة اللي عملناها هذه باش يعاونوا فروع القاعة الحمد لله نصور حق المطلوب وكانوا خير سند معناتها لنا احنا في السبور دي سال ان شاء الله يكونوا ديما داعمين للفروع القاعة وان شاء الله احنا زاد نردوا لهم زاد باللي رزقتها نحب نقدم شكر كبير للعباد اللي ساهموا في القناة هذه ومعناها الشكر زي ما يتحق اكثر منه فهمتني وان شاء الله يكونوا ديما داعمين للسبور دي سال نتاعنا وان شاء الله يكونوا على قد الهم نتاعهم وان شاء الله ديما مشرفينهم ويقعدوا ديما يدعموا فينا. نشكر العباد اللي عاونتنا في الوقت هذا سيرتو في الوقت الغصر الصغير اللي صايره به معناها اللي متعديه به الجمعيه ان شاء الله الدعم هذا معناها يكون معناها يكون ديما موجود سيرتو للسبور دي سال وان شاء الله معنا فما كان خير ان شاء الله السنه وان شاء الله مع بعضنا ان شاء الله ديما